بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالنا هذا اليوم عن تأخير الصلاة بداعي الحضور إلى العزاء، هل يجوز للمعزي أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو عن أول وقتها؟ لا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يفوت الوقت في الصلاة لتقع الصلاة باختياره خارج وقتها. أما التأخير كأن يعزي والأذان قد أذن ويؤخر الصلاة بنحو لا يفوت وقتها، هل يجوز أو لا؟ الجواب يجوز ما دام الوقت متسعا، لكنه خلاف الأفضل، فإن الأفضل هو المبادرة إلى الصلاة. وكان المعصوم وكل معصوم إذا حضر وقت الصلاة انشغل بربه عن أهله وعن من حوله، حتى الإمام الحسين وفي معركة كربلاء أوقف المعركة من جانبه ليؤدي الصلاة. فإذا حري بالمعزين أن يقدموا الصلاة على العزاء، فإذا دخل وقت الصلاة توقف العزاء وباشروا الصلاة ثم أكملوا العزاء إن رغبوا في ذلك، ومن الله الأجر.